أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلائيل سموتريش بشان تعميق وتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كما استنكرت الوزارة تصريحات سموتريش بشأن عدم سماحه للبنوك الإسرائيلية بالتعاون مع العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المستوطنين المتطرفين واعتبرتها استخفافا بقرارات الشرعيه الدوليه الخاصه بالاستيطان وطالبت الخارجيه بفرض عقوبات دوليه رادعه على زعماء اليمين الاسرائيلي المتطرف المحرضين على نشر المزيد من العنف والفوضى